مع بداية الدوام والعام الدراسي الجديد، هذا هو الوقت المناسب حتى أسولف لكم قصة الخامس ابتدائي. طبعا مرحلة الخامس ابتدائي غيرت من شخصيتي هواية وتعرفت على أصدقاء جدد. اليوم راح تسمعون شخصيات جديدة غير عبد الحميد، لأن عبد الحميد كان بالمرحلة الإعدادية، هسه احنا رجعنا بالزمن للماضي للمرحلة الابتدائية. يلا شباب جيبوا لكم شي تاكلوه أو تشربوه، لأن قصتنا اليوم نار، واللي ما حط لايك هسه يحط لايك، أجيب بالأكس والله أنهي. لا شباب كذبوا براحتكم، تريدون تحطون لايك حطوا، لا ما تريدون تحطون لايك اجيكم بالاكس. السلام عليكم شباب، شلونكم شخباركم؟ رجعت لكم فيديو جديد مو ماينكرافت، قصة الخامس ابتدائي اللي تنتظروها من سنين، بس هسه الوقت المناسب لان بداية الدوام، فيلا نبلش، يلا ليتس جو. القصة بدت لما انتقلت المدرسة الجديدة. ليش انتقلت المدرسة الجديدة؟ لان احنا انتقلنا المنطقة الجديدة، احنا يعني انا واهلي شلنا من هذا البيت، شلنا البيت جديد، فانتقلت المدرسة الجديدة، وهاي المدرسة يعني كلش قريبة، كانت ممتازة، لوز 5 دقائق بالزايد انا بالمدرسة، بحيث اذا اوقف بالباب اشوف المدرسة اقدر اشوف الحائط، لان اكو ساحة مطوبة وبصفها ساحة مطوبة، هي مو ساحة مطوبة، هي ساحة بوقتها كانت تراب، ساحة ترابية، بس احنا سويناها مطوبة، المنطقة والمدرسة دا اوصف لكم شلون هي قريبة، اذا اوقف بالباب اقدر اشوف المدرسة. فالدوام اصلا كان بادي قبل اسبوع، فاني اجيت الطالب الجديد. شايفين شلون طالب جديد يدخل للصف يمشي والطلاب كلهم جاهزين وكلهم يباوعون عليه، تحس نفسك بمشهد من فيلم، شايف ذولا افلام السجون من يجي سجين جديد، ها واتساب نيو ميت فريش ميت، هاي اني جنت يعني لحم طازج، كلهم قاعدين بالرحلات ويباعون علي اتمشي. بس لاحظت شغله بالطلاب، انه هذول الطلاب مختلفين، مختلفين عن الطلاب اللي كانوا بمدرستي القديمه، يعني شلون اوصفكم، يعني تحس الشكول مو نفسها، الوجوه مو نفسها، التصرفات مو نفسها، انا على طول لاحظت اختلاف، صراحه حسيت نفسي بعالم ثاني. المهم انا باوعت اريد اختار لي مكان، اختار لي رحله اقعد بيها، فباوعت الرحلة الأولى بها بس واحد، يعني هي الرحلة تشيل نفرين 2 طلاب. أنا استغربت، يعني إحنا قبل الرحلة الأولى نتعارك عليها حتى قريبين عن مدرس أو المعلم، نسمع زين ونشوف الصبورة زين، فالرحلة الأولى كان يصير عليها سباق، بس هنا شو الرحلة الأولى متروكة بها بس نفر واحد. فقلت يلا، وتدرون بي أنا شاطر، قلت يلا خلاص خلنا نقعد بالرحلة الأولى. قعدة بالصوف، حضرت الكتب مالتي والأقلام، طلعت المحفظة، بس الطلاب كلهم كانوا يباعون علي، يعني شلون اوصف لكم، بوقتها حسيت نفسي زومبي، يعني الصراحه حسيت نفسي مو انسان، ما اعرف ليش يباعون علي، يعني طالب عادي جايب كتب وطلع المحفظه مالته والاقلام، يعني شنو الغريب بالموضوع. فالطالب اللي بصفي قال لي شنو هاي المحفظه مالتك؟ انا المحفظه مالتي شباب كانت 3 طوابق، يعني مو تفتحها هيك، لا تفتحها طابق ثاني وطابق ثالث، كانت تخبل. يعني الطالب اللي بصفي قال لي شوف هاي المحفظة ما تفيدك، ذبها واشتري لك محفظة جديدة. قلت له اوكي شنو هي المحفظة اللي تريدني اشتريها؟ كان خلاها على الرحلة. قال لي هاي احسن محفظة موجودة والكل قاعد تستعملها، اللي هي محفظة خريطة الوطن العربي. من يتذكرها قبل كانت شباب كلش بسيطة، هيك مجرد هيك تفتحها حديد حديدتين، تفتحها وتقلب داخلها الاقلام، ومن فوق خريطة الوطن العربي، واني جايب لهم طوابق ثاري. هاي ما تصرف شباب، هاي السوالف مال على كيفك والله نزاكة، وهاي محفظة هيك هاي ما تفيد هنا. وانا باوع الصف كامل كلهم عندهم من هاي المحفظة اللي هي مال خريطة الوطن العربي، فقلت خلاص، يعني تعرفون تأثير المجموعة شلون تأثر على الفرد الواحد، وانا بوقتها كنت طفل اكيد تأثرت، وقلت تمام خل اشتري محفظة مثلهم، حالي حال الطلاب شنو اني واحد، مع العلم انه محفظتي كان شكلها احلى من هاي المحفظة. فبهاي الاثناء دخل علينا المدير، مدير لو مديرة كان اعتقد مديرة شباب، لان اكثر شيء المدرسة هي مال ولد، بس كلها معلمات ومديرة ومعاون. المهم شباب دخلت علينا المديرة، جابت طالب جديد، قالت شوفوا شباب هذا طالب جديد، اهلي وصوني عليه، دير بالكم عليه، لا تسوون وياه مشاكل، هذا صديقكم يعني على كيفكم وياه. والمهم خلته وراحت. اول ما دق الجرس يا شباب يجون الطلاب، يعني مجموعة كبيرة منهم، ويلزمون هذا الطالب اللي المديرة وصتنا عليه، يعني على اساس ويلزمون ويكتلوه، شلون كتلوا
هذه الطيبوكس وتلا. أنا قلت هاي هاي جي جي قد هذا توصية من المديرة وشبعوا كتل لعداني ايش راح يسوون بي يعني بدون واسطة. المهم شباب هذا صديق اللي وياي بنفس الرحلة قال لي امشي خلي نروح. قلت له وين؟ قال امشي ما تشوف هذا يعني الدنيا محترقة. أخذني وداني بمكان بالساحة بس هيك ورا المدرسة. هذا المكان يعني ملعب بس مو ملعب مع طوبة، ملعب مع الدعابل. من يعرف دعابل؟ هذا يجي الصغار، الصغار ذني الكراتي الزجاجية اللي من العراق فهم شنو دعابل، واللي من برا العراق ذني الماربلز بالانجليزي. هيك صغار وبيها قوانين، يعني اكو حفرة هاي يسموها نقر، لازم اول شيء تذب الدعبلة ماتك تجيبها بالنقرة على اساس النقرة مثل تشيك بوينت، بعدها يلا تقدر تضرب الدعابل اللاعبين الباقين، واذا ضرب الدعبلة واحد هاي الدعبلة تصير لك، او يعني حسب الاتفاق انتوش قد متفقين. صديقي اللي وياي بنفس الرحلة خلي اعرفكم باسمه حتى مو كل شوي يقولكم صديقي اللي وياي بنفس الرحلة، اذكروا اسمه زين، اسمه اكرم، لان اني واكرم بعدين يعني راح نسوي مغامرات كلش قوية. كملوا الفيديو للاخير وتشوفون شنو سوينا. اكرم طلع دعبلة من جيبه قال لي تلعب؟ تعرف تلعب؟ اني كنت اعرف العب بس مو قوي. هو كان ينتظر صاحبه يعني الخصم مالته، هم دائما يلعبون، فقعدوا يلعبون انا باوع عليهم. هذاك الجديد كلش قوي بحيث يعني سواله لقطة والله مو طبيعي، يعني بوقتها ما صدقت. هاي دعبلة مال صاحبنا اكرم، وهناك هي هناك بس بعد 10 امتار تقريبا والله العظيم ما بالغ، ويقيم عليها ويضربها شباب بيج قوية وتجي بيها عدلة. انا صدمت ايش هالامكانية ايش هالقيم، انا ذا منا لهنا لو اجيبها لو لا. المهم شباب خلص اليوم الاول وحصلت صديق واحد اللي هو اكرم. هذا اكرم صار صديقي داخل وخارج المدرسة لان بيتهم كان قريب علي، يعني بالمدرسة انا واكرم نفس الرحلة، برا المدرسة كان يعني بعدهم 5 دقائق عن بيتنا نطلع انا ويانا نلعب طوبة لو نسوينا فعاليات، يعني هذا صديق رقم واحد. وبعد فترة تعرفت على كل الصف وصاروا اصدقائي وكانوا جدا طيبين، يعني مو مثل النظرة الاولى اللي اخذتها ببداية دوامي، بالعكس الشباب كانوا يعني حبابين ومسالمين، بس هم شوية يعني وكحين وحركين يحبون شقة وضحك، بس هم والله العظيم قلبهم كلش طيب. وصرت واحد من عندهم واجيب المحفظة مال الوطن العربي، يعني خلاص صرت من عندهم. وورا المدرسة هم نلعب طوبة، بعدين جايكم على سالفة الطوبة كلش قوية. مرت الايام واتفقت اتفاق ويا اكرم، كان يسموه اتفاق الشراكة. هسه احنا بعدنا بقصة الدعابل، بعدنا ما وصل قصة الطوبة، ترى الفيديو طويل. نظام الشراكة بالدعابل شنو؟ فهمتكم القانون انه اذا واحد يضرب دعبلة الخصم ياخذها اله، فاتفقنا شراكة انه اني العب ضد الناس واكرم اللي هو شريكي يروح يلعب ضد الناس، نظل نجمع دعابل وبنهاية الشهر نقسمها بالتساوي، نقسمها على 2، يعني اذا ربحنا كان 10 دعابل 5 الي و5 الي. تم الاتفاق وتمت الصفقة، صرنا نلعب دعابل بالمدرسة، نلعب بالشارع، المهم اني اجمع وهو يجمع. شوفوا أنا مستواي كان على قد الحال تمام، بس أكرم كان كلش قوي، أكرم كان يربح هواية، يعني ما عنده رحمة، الإيم مالته سكوب 8، أنا لا يا شباب يعني ردوت على سكوب 2. مهم اجى نهاية الشهر ووقت التقسيم، يعني المفروض بالتساوي. نهاية الشهر أنا ايش قد مجمع؟ مجمع 10 أو 20، بينما أكرم ايش قد مجمع؟ مجمع 61، 61 واني 10 أو 15 20 بهالحدود. المهم قلت له يلا سب بالتساوي يعني 50-50. قال لي شنو 50-50؟ هي تاهية، أنا جمع 60 وانت مجمع 20، أنا هيك راح أطلع خسارة. قلت له أوكي بس هذا اتفاق، يعني هذا قانون الشراكة قبل، يعني ما يصير تكسره. انت مجمع 60 أوكي إلك 40 ولي 40. هو أكرم لو لاعب واحدة وعايفني ما مشاركني وياه كان أحسن له، كان ربح أكثر. فظل يعيط ويصيح وما أقبل وما أدري شنو وما يصير واني أستحق أكثر. المهم ما قبل أكرم، يعني قفل وقام يصيح بالشارع ما أعطيك 40، إلى أن إجا ولد من الشارع الورانة. هو ولد كان كبير أكبر من عندنا بهواية، فكنا نحترمه.
قال لنا ها تعالوا شنو السالفة وش عندكم؟ قلنا له يابا هيك وهيك احنا شراكة والمجموع مالتنا 80 المفروض اللي 40 ولا 40 بس اكرم يعني رابح اكثر ويريد اكثر. قال لا يا شباب ما يصير لازم بالتساوي يعني هذا القانون العدل يلا هاك لك 40 وهاك الاكرم 40. طبعا اكرم اخذها وقبل يعني بقانون هذا الولد بس الصراحة من داخل انا حسيت بي ما كان راضي يعني بالنسبة لي انا كنت راضي اكيد يعني ربحان 10 محصل 40 طبعا انا ربحان. تمام شباب هسه خلصنا من قصة الدعاب ونجي على القصة الجديدة اللي هي قصة الطوبة. صرنا نلعب طوبة بالمدرسة ونلعب طوبة بالشارع بس بالشارع كنا نستمتع اكثر لان كانت الاجواء ترابية ونلعب حفاي وبالمدرسة يعني اذا تنزل الطوبة تخيلوا 300 واحد يلعب بطوبة واحدة ما كنا نتونس. بينما برا المدرسة كان اكو تقسيم اكو توزيع يعني فريقين مثلا 5 بخمسة 6 بستة. انا بوقتها اكتشفت عندي موهبة قوية بالطوبة أنا كنت ألعب يعني ما كان كل من يأخذ مركز الدفاع والتواصل يعني روح ألعب بكيفك كنت أصعد من الدفاع صير هجوم بركضة واحدة عادي. بس أنا أكثر شيء كنت أصنع ألعاب يعني أتذكر باصاتي كلش كانت مضبوطة أنا كنت أصنع يعني أطي باصي قبل للمهاجم يسجل يعني بوقتها كنت دي بروين يعني دي بروين ما معروف يعني كان صرت والله لاعب مال طوبة. سوينا فريق وكان فريقنا قوي وصرنا ندخل بطولات يعني بيناتنا احنا والشارع الورانا احنا والصف الرابع احنا والصف السادس هيك يعني لحد ما اجى يوم ولعبنا مباراة ضد الصف السادس كانوا اكبر من عندنا يعني حتى اكو بيهم راسبين فاضخام اضخم من عندنا واطول من عندنا واقوياء. فبهاي اللعبة شباب اكلونا اكل يمكن اتذكر وصلت النتيجة 5-2 5 لهم. طبعا احنا ايسنا يعني استسلمنا قلنا خلاص الى ان اجى ولد صاحبي اسمه سيف. خلوا وصف لكم شنو سيف. سيف عبارة عن ولد شوية قصير ومهاراته فول لدربل مات خفيف خفيف هيك بالطوبة الطوبة برجله مغناطيس يعني ما يفلته مستحيل والله العظيم. بوقتها كان لقبه ميسي يعني كان حرفيا ميسي نفس المواصفات هم شوية قصير يعني اكثر من باقي الناس والمراوغات ما قوية وما حد يقدر يقطع الطوبة وهيك يدخل بين المدافعين. فاحنا كنا خسرانين 5-2 واجا هذا قبل اجا سيف يعني اجا قبل حضر نفسه وش حضر نفسه قبل شيت ويانا واشتغلهم اشتغلهم يسوي هيك طب سجل الاول سجل الثاني احنا كل شيء ما نسوي طبعا بس نطي باص وهو يشوف شغله يظل يراوغ يطب منه ويسجل. اخر شيء صنع لي هدف الثاني باص ذبيت اللي هي عن الحارس على الزاويه البعيده. انا شباب يعني كانت تمريراتي ودقه التسديد مالتي كلش قويه يعني مو قويه الضربه قويه لا الدقه يعني اذبها على الزاويه البعيده مال الحارس او اوصلها باص صاحبي وهذا الهدف هو كان سبب الفوز بالبطوله. هي بطوله يعني كلاوات قابل دوري الابطال. خلصنا من قصه الطوبه طبعا مستحيل احكي لكم كل القصص يعني لان اكو قصص اذا احكيها راح المتابعين يتاثرون بيها طبعا هي التجربه مو زينه فمستحيل احكيها. اسف شباب اعرف تقولون احكيها بصوف لا شباب مستحيل انا اعرف اكو ناس تتابعني من كل مكان ومن كل الاعمار واني ممكن اثر عليهم فاكو قصص يعني هي بالخامس ابتدائي كلش قويه بس مستحيل احكيها. نروح للقصه الثالثه خلي نسميها قصه التجاره. هاي القصه قررنا نتاجر بس وين نتاجر بداخل المدرسة بمكان الحانوت. هو الحانوت كان يبيع عصير ونساتيل يعني شغلات بسيطة يعني على ربع. فاحنا قلنا خلينا نكبر البزنس مالتنا ونبيع شغلات مو أكل. أكرم قرر يبيع اليويو اللي هو هذا اللي تخلي خيط وهذا يظل يفتر هذا اليويو. بوقتها كان كلش ترند واني قررت انه أبيع أوراق يوغي. تعرفوا أوراق يوغي مال يوغي أستدعي هذا التنين الأحمر أزرق العينين. كنا نوقف يم الحانوت نوقف طلاب نقول له يا ولد إن هذا يويو يفيدك 500 أصلي شوف هو كان يعرف لأكرم يسوي بي حركات هاي المطوي والله قديم هو بوقتها كان كارتون لهذا سبب كان ترند يسوي له حركات هاي قنعة للزبون يقول له يلا هاك 500 فكان يجيب كميات يعني باليوم يبيع لفت 5-6 على 500 هاي 3000 مو تسووها شباب مو بكره القاكم مشترين يويو وورق يوغي وتبيعون لا شباب هاي قصة قبل راح ويراح ما حد يفيدكم غير دراستكم والله العظيم. واني ندمان على هواية شغلات سويتها
بالمدرسة وما حد يفيدكم بس الدراسة يا شباب. هذا الكلام موجه للصغار اللي بعدهم بالمدرسة. فنرجع الموضوع ان البزنس مال اكرم كان ناجح يعني بيومية يطلع له 3000 حلوة يعني كطالب بالابتدائية تخبر. بينما اني لا شباب كنت يعني اجي ابيع 10 اوراق مال يوغي يعني باليوم كنت اطلع لي 1000 اذا كلش الشغل زين اطلع لي 1500. مع العلم شباب اني مو بحاجة للفلوس والحمد لله شكر ابويا وامي ما مقصرين وياي بالمصروف، بس هيك كانت يعني مغامرات ما تدري هذا الشعور يعطيك ادرينالين. الى ان اجى اليوم ولقفنا الحانوت، ابو الحانوت اللي هو ابو اللي يبيع الحانوت تعرفوه، لقفنا قال ها ايش تسوون هنا؟ تبيعون بمكاني الاداني ما نفتح؟ قلنا له لا والله هيك قاعد نلعب لا نبيع ولا شيء، واحنا قاعد نبيع. وظل يراقبنا هو لحد ما تاكد 100% وودانا للمديره وكتبنا تعهد انه بعد ما نبيع شغلات داخل المدرسة كمون من طلاب لو تجار. شنو هاي؟ هسه هاي القصص كلها يعني لعب ومغامرات، بس لحد الآن ما مسولف على الدراسة. بصوف سولف لنا على الدراسة. أوكي شباب، الصف الخامس بوقتها يعني بالرابع كان عربي وإسلامية وعلوم ورياضة أتذكرهن، بس من تروح للخامس هاي على زمننا يضيفوا لك درسين جديدين اللي هم تاريخ والجغرافيا. هذن الموضوعين كلش يعني جديدات بالنسبة إلي. أول شيء يعني أعرفك أتذكر أين يقع العراق، العراق يعتبر بلد آسيوي يقع في الشرق، وين يقع؟ وقارة آسيا تعتبر قارة كبيرة وحارة ونحن على خط الاستواء واستوينا من الحر. هذا الموضوع جديد علي كلش أعاني منه كنت، بحيث أول يوم قمت أبكي يعني أشيل الكتاب أقرأ كل شيء ما أفتهم أريد أحفظ ماكو فشي جديد. أنا متعود على العلوم الإسلامية والعربي، شنو هاي الخريطة؟ ها ورسم، تعال ارسم خريطة العراق وخريطة الوطن العربي كاملة، هاي صعبة. قمت ابكي، امي كانت تدرسني وتقرين بصراحة يعني نقذتني، ولا انا لو باقي وحدي كان جي شنو تاريخي؟ يعرفك بتاريخ وسنين، تعال احفظ السنوات. في 1800 حصلت الحرب العالمية، وانا ايش دخلني؟ بس هاي بالبداية عانيت من عندها، بعدين تعلمت ومشيت يعني انا مركز على الدراسة اوكي، بس اسوي فعاليات خارج الدراسة، بس امشي يعني ارجع من البيت انا اقرا، يعني مو حسبالكم العب طوبة وهامل دراستي والعب دعابل وهامل دراستي، لا مستحيل شباب، الدراسة رقم واحد. نرجع الموضوع اوراق يوغي، بوقتها كان كلش ترند الكارتون والناس كانت تجيبها تشتريها، احنا هم كنا نلعب بالشارع، استبدلنا الدعابل باوراق يوغي، يعني شوية تطورنا يعني صرنا نظيفين. فاكو هواية قوانين، مثلا نلعب على النجوم، شايف اكو فوق الاوراق اكو نجوم، مثلا انا العب كارت وصديقي يلعب كارت، منو نجومه اكثر؟ مثلا انا 5 نجوم هو 4 نجوم، انا افوز اخذ الكارتات الذبهن كلها. او نمشي على قوانين الكارتون انه هاي النقاط وهاي ورقة فخة، يعني قليلين كانوا يلعبوا هاي لان كانت معقدة. او نلعب شمر، يعني شلون اوصف لكم هاي شوي يحتاج لها شرح. تلعب 2 لواعيب، مثلا هذني اوراق يوغي، انا اشمر وحدة وصاحبي يشمر وحدة موقعت فوقها تمام، وبعدين ارجع بالدور، يعني بعدين اني اشمر وحدة راح توقع هنا، اللي يشمر ورقة وتوقع فوق وحدة هو ياخذهن كلهن تمام. فهاي كانت اسرع طريقة بس يحتاج لها ايم، بس هاي اللعبة هي كانت سبب افلاسي بوقتها، لان كنت مجمع حوالي 70 بطاقة. فقيم من الاقيام ظلينا نشمر الى ان صار كل شهواي بالقاع، الى ان شمر الخصم ماتي ووقعت فوق بطاقة واخذهن كلهن، وانا هنا اعلنت افلاسي واعتزالي عن لعبة اوراق يوغي. اوكي شباب، هذا هو الجزء الاول من قصة الخامس ابتدائي. الجزء الثاني ما متأكد انزله، لان لو نزلته ممكن يعني اطفال يتأثرون او متابعين يعني بعدهم بالمرحلة الابتدائية يتأثرون ويحاولون يقلدون. ممكن انزل لكم اياها، بس راح اغير يعني بالحوارات، مو كل شيء مضبوط يعني، بحيث اسوي مناسب لليوتيوب او مناسب لكم، ومو اكيد يعني هذا الشيء. اوكي شباب، نتفق اتفاق اذا وصل الفيديو 500,000 لايك راح انزل لكم الجزء الثاني. هذا كله مجرد احماء،
الجزء الثاني يعني ما اعتقد اطفال يسوون اللي سويناه من مغامرات وشغلات، بس مو اكيد شباب، يعني مو اكيد، يعني الموضوع يحتاج لتفكير كلش هواي. تمام شباب، اذرونا عن التاخير، بس هسه الوقت المناسب ويا المدارس. الله يوفقكم وان شاء الله تنجحون وتجيبون اعلى الدرجات، وشدوا حيلكم بالدراسه وقروا، لان والله العظيم ما حد يفيدكم، الدراسه رقم واحد مو بس بالخامس، سواء باي صف كنت اي سوالف ما تفيد، وهواي شغلات يعني ندمان عليها الصراحه. فبس ما طول عليكم شباب، حطوا لنا لايك لا بالاكس لا كذا شقا ياكم شباب، حطوا لنا لايك ومشكورين على المشاهده، شكرا شكرا جزيلا، ربي يحفظكم. الحلقه الجايه راح تكون ماينكرافت، اذا تريدون احكي لكم بعد قصص كتبوا لي بالتعليقات، لان عندي قصص يعني لا نهائيه. زين، وعندي فكره شباب، شنو رايكم احكي لكم قصص يعني مو لي، قصص يعني حقيقيه صايره بناس واني اجي احكيها، لان انتم دائما اقرا تعليقاتكم تقولون مصطفى انت حلو اسلوبك من تقرا القصص يعني، فاذا تريدون هذا الشيء اكتبوا لي بالتعليقات ونشوف ان شاء الله يعجبكم المحتوى. فبس والله حبايب دير بالكم على نفسكم، وقروا زين، ما حد يفيدكم، اهم شيء دراستكم. وبس حبايب دير بالكم على نفسكم، مع السلامه. حسبالك ها هي والله تحط لايك، اراقبك ها شو بحطيت ترى ما اروح اذا ما تحط لايك، يعني انسى لايك ومشاركه واشتراك بالاكس، ترى هذا حقيقي.